وشان واصلني من أنستازيا. طبعا مساء الخير منظرة والمهفة، وهذا البلد اللي ديت بلد صيفي. شوفوا جمال الألوان بنات، الألوان صيفية صيفية صيفية. هاي بنات مساء الخير. طبعا من كثر ما الألوان تشوق حسيت ودي أسوي توتوريال سريع بلون أصفر. شوفوا راح أستخدم هاللون، وراح أستخدم هاللون البني الفاتح، هاللون يعني. أشوف اللوك شلون يطلع. أول شيء راح أحدد مكاني بحط فيه الأصفر، فراح أحط برايمر بهالطريقة، بس وأحط كريل برايمر وأحط اللون الأصفر، بعدين أحدد بالبني. شوف الحين شو راح أسوي. شوفوا حطيت وين أحط الأصفر، أطبطب علشان ده يكتل. الحين راح أخذ اللون الأصفر. واو شوفوا شوفوا شلون واضح الأصفر. كل ما أستخدم أصفر لازم أحط تحته بيس أصفر علشان يعطيني بلون قوي. أنستازيا ما شاء الله اللون اللي حاطينه الألوان، شوفوا تاخذون اللون البني اللي قلت لكم عنه، تسوون تحطونه بس بالأطراف. أنا مو حاطة برايمر علشان يكون الدم سهل علي. شوفوا شلون اللون قوي، يعني أنا بوايد أخذت. بعدين ندمجه فرشتهم نفس اللي بالبلد، خليه خفيف. نحط هني شوي بني بس علشان نقدر نحط الرموش ونركب الرموش. رفعي حاجبك وانتي تحطين. راح احط رموشي هذي، شوفوا شكلها، صوب كثيفة صوب خفيفة. حاولت اني اخلي الرمش من نص العين، حطيته من نص العين لاخر شيء، طلعته برا عشان الاصفر كله يبين وتصير السحبة من ورا بس. راح احط هني اسود ضروري. راح احط هني البني نفس اللي حطيته هني، راح احطه على الحين. راح ننظف تحت العين. اوكي ما بكثر طبعا، بحط كونسيلر ما راح احط فونديشن عليه. الكونسيلر اللي استخدمته الجنجر من نارس. راح اخذ هالبلت، اخذ الكونتور وادمج. هذا طبعا انا اموت على الوردي، اموت عليه، بس للاسف الوردي خلص. حتى هذا عندي واحد هم لحسته من كثر ما اموت عليهم. راح اشيله لانه ما راح يروح طول اليوم. راح نشط الحواجب.